اهلا بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد. النهاردة معانا عربية هيونداي توسان وفيها مشكلة وعايزين نكتشف المشكلة. علشان نبدأ ندخل العربية على جهاز كشف الاعطال بيكون في فيشة OBD2. طبعا الفيشة هنا راكبة، انا بشيلها عشان اوري لك مكانها بالظبط. ده السوكت اللي بتركب فيه فيشة كشف الاعطال اللي تبدأ تتوصل بالجهاز، بتكون تحت الدركسيون بالشكل ده. بتبدأ تجيب القطعة وتوصلها وهو كاتب OBD2 وعمل لك كمان سهم عليها. بتبدأ تركب الفيشة وبعد كده بتبدأ تستخدم التابلت او البرنامج. بعد كده بتبدأ تفتح كونتاكت العربية، او لو عايز تدور العربية وتسيبها دايرة اوكي، وتبدأ تفتح الجهاز. فوق في الاي وتحت في الديسكريبشن طريقة استخدام جهاز كشف الاعطال وازاي تختار البرنامج اللي هتشتغل عليه منعا لتضييع الوقت ولطول الفيديو. بعد كده احنا دخلنا العربية على الجهاز وبدأت عملية الفحص. بعد ما خلصنا فحص لقينا اني كنترول الاي سي ام، وده اختصار لكلمة انجن كنترول موديول، مطلع لنا عطل تيربو تشارجر او السوبر تشارجر سيستم اندر بوست، يعني في مشكلة عندنا في السوبر تشارجر. في الحالة ديت انت بتبدأ تفحص كل خراطيم التربو او خراطيم الهواء الخاصة بالتربو. بيكون في وش العربية في كولر وفي خراطيم هواء لازم تفحصها، وارد يكون ان فيها خرطوم مقطوع او مش مربوط كويس الخراطيم اللي على المكنة، وارد يكون فيها خرطوم من السخونية والحرارة اتقطع او خرطوم سايح، وده بيبدأ يهرب ضغط هواء، وبالتالي بيكون في حساس راكب على منظومة الهواء. لو ضغط التربو قل او الهواء حصل فيه اي خلل بيبدأ يطلع لك الانذار على الشاشة. طيب علشان اجي اكتشف المشكلة، طبعا انت لازم اول حاجة بتراجع على المكنة او المحرك، بعد كده بتيجي باستخدام كلمة كلير دي تي سي عشان تمسح الاعطال. بص كده معايا، اول ما ادوس على كلير دي تي سي بيجي يقول لي ار يو شور تو كلير اول ذا سيستم فولت ميموري، بدوس يس، يعني بيقول لي انت عايز تمسح كل الاعطال، بقول له نعم. بص بقى معايا لمبه التشيك، ركز معايا، طفت معايا كده، انا مسحت العطل. بس مش معنى ان انا مسحت العطل من على الجهاز يبقى انا كده حليت المشكله. انا ممكن تكون مسحته مؤقت من على الكنترول بس لسه المشكلة قايمة، بمجرد ان انا اتحرك بالعربية كده هيكون المشكلة تبدأ تظهر تاني وتعلم تاني. طبعا كل دي كنترولات معايا، ممكن يطلع لك عطل في التي سي ام اللي هو ترانسميشن كنترول موديول، او الاي بي اس اللي هو الانتي لوك بريك سيستم، او الارباجات، او الاي سي اللي هو الاير كونديشن، او الكلاستر العداد، او اي كنترول من كل دول.